السلام عليكم. خلونا نشغل شات جي بي تي ونقول له احنا عايزينك تعمل لنا بحث مع المصادر بموضوع الكواكب والنجوم الشمسية. خلي بالك النتيجة هتبقى احسن 100 مرة لو انت شغال بشات جي بي تي وشغال بالنسخة اللي هي بفلوس، هيجيب لك نتيجة خرافية. تمام، ف يعني طريقة البحث العلمي اختلفت، فلازم الدكاترة تقول للطلبة تعمل تبقى عارفه ان الطلبه تستعين بشات جي بي تي، مش هيبقى معايا حاجه بالقوه دي مش هستخدمها، لكن الفكره كلها ان انا اقدر انتقد الكلام او اقدر ان انا اناقش الكلام او ان انا اقول والله النتائج دي مثلا فيها ايه المزايا والعيوب وايه الحاجات اللي فيها. يعني خلاص ده بقى موجود، لكن المناقشه هي اللي تفرق بين طالب واخر. في ممكن واحد ياخد السؤال يبعته لشات جي بي تي ياخد الاجابه يطبعها من غير ما يقراها. تمام، طبعا المصادر كل الحاجات دي لو النسخه بفلوس او يعني دي نسخه مجانيه، فلذلك الاجابه بتبقى ليها ليميتد او عدد كلمات معينه.